تعالوا بقى نروح لممثل من الناس الفائقة جدا، واللي أنا لما قابلته هنا في البرنامج ده في الحتة دي وقلت له كده، ده ممثل عبقري، هشام إسماعيل. هشام إسماعيل اللي طالما خدنا برضو في الحتة بتاعة الكوميديا، بس هشام إسماعيل لما بدأ يخش في تجسيد شخصيات لحم ودم وروح من حياتنا طول الوقت، بياخدنا في حتة تانية زي ما بيتقال خالص، في حتة تاسعة. يعني هشام إسماعيل قادر على تجسيد أي شيء وفي أي عصر. هشام إسماعيل في عتبات البهجة بيجسد دور مدرس كيمياء ويمتلك سنتر تعليم بالمشاركة مع بطل العمل طبعا الدكتور يحيى الفخراني. أهلا أهلا أهلا، ازيك يا هشام؟ يا مساء الفل يا أستاذ يوسف. يا مساء السعادة يا أستاذ هشام، كل سنة وحضرتك. وانت بالصحة والسلامة. مساء البهجة فعلا. وبعدين احنا اتفقنا من سنة لما اتقابلنا ان مفيش أستاذة. صح صح مظبوط. لما قلت لك انت مش كنت تجارة خارجية، قلت لي عرفت؟ قلت لك لا انا عارف انا عارف. صح صح تمام. احنا مفيش أستاذ. هشام كل سنة وانت طيب، ده اولا، ورمضان كريم ده ثانيا. الله يكرمك يا يوسف، الله اكرم، وربنا يسعدك وربنا يكرمك يا رب باذن الله علينا جميعا. احكي لي على دورك السنة دي في المسلسل وشغلك مع الدكتور يحيى. والله بداية شغلي مع الدكتور يحيى ده العمل الثاني ليا معاه. كنت اتشرفت بالشغل معاه في مسرحية اسمها ياما في الجراب يا حاول. كنت بحل محل الأستاذ إياد نصار. صوتي مشكلة ولا حد فيه مشكلة صح؟ لا أنا سامعك. طيب أنا آسف. كنت حليت محل الأستاذ إياد نصار لحوالي 7 ليالي عرض. واشتركت مع الأستاذ يحيى، وكان طبعا حلم بالنسبة لي، أنا أصلا من عشاق المسرح، ولقيت نفسي بقف على المسرح جنب أستاذ يحيى الفخراني. وانا الند اللي ضده وكده، فخدتني الجرأه والحماسه بقى، فبدات ايه احلى من اشتغل مع التلفزيون. حلو. من حظي السعيد ان انا يعني ليا شغل كل سنه مع شركه العدل جروب، فانا تمام، وكل ربنا بيكرمني معاهم كل عام بعمل جيد. من جميله السنه اللي فاتت لاحلام سعيده ضد الكسب، فكان من حظي السعيد ان صوت جمال العدل ودكتور مدحت العدل رشحوني لدور عبد البديع. واللي زاد بقى حلاوه وجمال انه غير الحلم اتحقق مع استاذ يحيى الفخراني بعمل تلفزيوني، اني بشتغل كمان مع العملاق استاذ مجدي ابو عمير. طبعا كله بقى انت عارف اللي هو انت احلامك بتتحقق، اللي انت وانت طفل بتتفرج على المال والبنون. صح. والضوء الشارد والاعمال العظيمه اللي الاستاذ مجدي ابو عمير اخرجها، اللي هو انا بالنسبه لي ده يعني كمشاهد انا مبسوط اني اتفرجت اصلا، بس ما بالك امثل معاه يعني. فالحمد لله يعني مكرم من ربنا، الدور حلو قوي. ودكتور مدحت العدل حتى كلمته قلت له انا حاسس ان الدور يعني ما فيهوش ابعاد، هو لسه قال لي بقول لك ايه ابعاد مين، انت هتخليه في حته ثانيه، فانت انطلق مالكش دعوه. هم جارت العادل. الحمد لله دكتور مدحت كتر خيره، يعني شجعني جدا في هذا الامر. واستاذ مجدي ابو عمير قال لي اديله بقى طعمك واعمل اغاني واعمل حاجة. يعني كانوا الحقيقه مشجعيني، واحساس الثقه فيا من بدايه من دكتور يحيى لدكتور مدحت العدل استاذ جمال العدل استاذ مجدي ابو عميره، بيديني احساس ان انا في مكان صح، يعني انا ماشي في طريق سليم. يعني ده مما لا شك فيه. اذا كان كل المشاهدين بتتكلم على 110 مليون مصري، لو افترضنا ان منهم 60 مليون بيتفرجوا على التلفزيون، فكلهم واثقين فيك وبيحبوك، ده مما لا شك فيه. يعني يا رب دايما من صعود الى صعود ومن تالق الى تالق، انت فعلا بتشتغل كل خير والله العظيم. الله يخليك يا يوسف، ده من ذوقك والله. يا رب يخليك. لسه المخزون فيه كتير، بس اللي يدوني فرص في الملعب جامده بس. يا باشا قدها وقدود، والفرص ان شاء الله على قفا من يشيل. احنا هنبقى ماشيين مش عارفين نعمل ايه في الفرص دي، اقبل ايه وما اقبلش ايه. باذن الله يا ربنا، باذن الله يكرمك. الناس تبقى مبسوطه يا رب. باذن الله باذن الله، دايما الناس مبسوطه انها بتشوفك وبتشوف ادائك اللي دايما رائع ومبهر، ودايما فعلا بتضيف لاي دور بتقدمه. انا بشكرك جدا يا هشام، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم.